هل تعرفون يا أصدقاء أين توجد أكبر مدينة في أوروبا؟ نعم، إنها لدينا في روسيا وتسمى موسكو. يعيش في العاصمة الروسية أكثر من 10 ملايين نسمة. لم تبنى موسكو بسرعة، لكنها الآن تكبر عرضاً وطولاً بوتيرة رائعة. في موسكو السياسة، الاقتصاد، العلوم، الرياضة، المسرح، المتاحف، الإذاعة. أوه، وكيف نستطيع اللحاق بفعل كل هذا؟ فقط تحت الأرض في المترو، وهو بالمناسبة الأكبر في العالم. لكن في موسكو أماكن يمكننا التحرك فيها ماشيا على الأقدام فقط، مثلا الشارع الشهير أرباك، بالرغم أنه أول ما يفعله ضيوف موسكو هو الذهاب لرؤية الكريملين والساحة الحمراء. هنا قلب روسيا الحقيقي، هكذا هو بلدنا، مختلفة لكن موسكو لا مثيل لها.